عندك تقول من النهار اللي بديتي هاد الفن وانا متبعك، ده ديال امك اللي غادي يزيدك القدام وغادي يدير لك المستقبل وغادي يدير لك الحياة ديالك. راه ما عمرك تشوفه من عندي انا نهائيا، ملي خرجتي قدام العالم وتتقول خوتي داروا ليا وفعلوا ليا وتركوا ليا، وفي الخريه كتجي ترغب وتطلب عاوتاني تعيط لهم في التليفون سمحوا ليا سمحوا ليا، داك التمثيل ما عندي ما ندير به. راني تفرجت فيه ملي تسمع الام ديالك تتعير بكلام ديال السوء، وانت يا حل عينك وحل فمك وكتسمع، راه عمرك اللي كتسمع كيعيروا فمك ويسدوا في فمك وما يسبوا فمك، وكل شيء متبعاه انايا وسامعاه وتبريت منك، قلت لك كل شيء جمع عليا فمه وما تبقاش ما عندي ما ندير به، فهمتي؟ رانا عارفه شنو كاين وعارفه فرنا ومفرجه في البرنامج اللي قلتي، برنامج اللي كتشهد فينا فيه، تبان لك امك وتبان لك ما تسمعش على امك المعيار سالينا، وباش تقول يا غردة والله وليدي لا رضيت عليك ولا عمرك شتي في حياتك سالينا، بين ما داروا معك والو، ما داروا معك حتى شي حاجه، وخوك شهرين ما نعس على تقليدي، لا شهرين ما نعس، وقلتها لك قلت لك راه كي مريض انت مريض هو وما ديتيهاش فيا، وتبريت منك ماشي مره ما جاك على وجه الله، والناس رغبوني وزاقوا فيا ورموا عليا العار، قالوا لي عفاك الا ما غير هضري معاه وتكلمي معاه، اني دابا تنهضر معاك وتنتكلم معاك، باعوني والله غير يحسبها عليك ان شاء الله باذن الله، لان الطريق اللي بغيت انا الزوينه ما تبعتيهاش، تبعتي اللي كيضحكك ويضحك عليك، وما تدخل سوق راسك الى الرضا راه الجبل والعالي باش تطلع عندي بالحق، والله يعاوننا ويعاونك. شغلك اش يا جيم ما كتحلف بهم صحاب، هذيك الكتبه اللي كتبتي ديك النهار اللي كتقول فيها انك انت، انا هنا غناكد لك الكتبه اللي كتبتي بانك تقول هما الوحيدين اللي ما باعوكش، اخوتي كلهم باعوني، ماشي انت اللي كتبتيها؟ دابا قول لي ها؟ والله ما كتبتي شي حاجه.